الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إله إلا الله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن من سعادة المؤمن أن يستعمل في طاعة الله عز وجل. وفي نحو هذا نزلت مثل هذه الآية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظم لأصحابه شأن الجلوس على الطاعة. تارة يخرج يراهم جالسين في المسجد فيقول: ما أجلسكم؟ فيقولون: ذكر الله. فيستحلفهم: الله ما أجلسكم إلا ذلك. ثم يذكر لهم شرف هذا المجلس وأنه قد علم ذلك، لكن يريد تعظيم وتأكيد هذا الأمر. تارة أخرى يقول: وما اجتمع قوم في مجلس أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تارة يخرج عليهم فيراهم في وقت متأخر بعد العشاء يجلسون: ماذا تنتظرون؟ ينتظرون الصلاة. فيخبرهم أنه ليس من أهل الأرض أحد ينتظرها غيركم، يبين لهم شرف ما هم فيه، ليس من أهل الأرض، لأن الإسلام لم يكن قد انتشر هذا الوقت. فيقول لهم: ليس على وجه الأرض ينتظر هذه الصلاة إلا أنتم. فالمؤمن يفرح بطاعة الله عز وجل ويطلب منها المزيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يطلب المزيد من العبادات، ومن ذلك قوله: وقل رب زدني علما. طلب المزيد من العلم، والله عز وجل أمر أن نذكره ذكرا كثيرا، وكثيرا أيضا تدل على المزيد، ليس محدودا بحد وليس مقدرا بقدر، وحسبك أن تستعمل في طاعة الله عز وجل. وقد تجد بعض القصور وبعض التقصير وبعض الصور التي تحتاج إلى تصحيح، وهذا شأنك وهذا شأن الآدمي، والإنسان يحتاج دائما إلى أن يحسن ويجود ويطور ويرتقي، ولا يزال يبحث عن الأفضل والأرقى ويجتهد ويجاهد نفسه حتى يعطيه الله عز وجل ويحبوه ويمن عليه ويهديه. كل هذا من بركة المجاهدة ومن ثمرة صدق النية إن شاء الله تعالى. اليوم تحفظ لكن بدون تجويد، لكنك حريص، غدا إن شاء الله تأخذ شيئا من التجويد، ربما يتيسر مقرأة هنا أو مقرأة هناك، وهكذا يكمل الإنسان حاله ويعني يصلح من حال نفسه. ودائما الصادق يوفق، إذا كنت صادقا هداك الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يحسن في عبادة ربه، يحسن في النية وصدق النية، يحسن في التعلم، ويحسن في الجد، ويحسن في العمل، ويحسن في النصيحة والدعوة، كل هذه الإحسانات يترتب عليها من الله عز وجل الهداية والتوفيق والإرشاد. ومعلوم أن العبد بنفسه ليس بشيء ولا يفعل شيئا ولا يصل إلى شيء، وإنما الله عز وجل هو الذي يختار. ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يصطفي ويجتبي، يهدي ويوفق ويعين، يقدر الأسباب ويخلق الأسباب سبحانه وتعالى. فالمعول على فضله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزكي قلوبنا وأن يأخذ بنواصينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في كتاب الأذكار انتهينا إلى باب القراءة بعد التعوذ، بعد أن حفظنا جملة صالحة إن شاء الله تعالى من أدعية الاستفتاح في الصلاة، فإنه يلي دعاء الاستفتاح التعوذ. وقد عرفنا صور التعوذ
وأنها كلها يعني ما ثبت منها مشروعة. تأتي بعد هذا القراءة بعد التعوذ والمقصود قراءة الفاتحة، وتقدمت جمل من استطرادات المصنف حول هذا الباب، ولا بأس بالاستطراد وإن كان ليس موضوع الكتاب. موضوع الكتاب هو الأذكار التي يحفظها المسلم في كل باب من أبواب العبادة، لكن نصحا من المصنف رحمه الله تعالى فإنه يستطرد الاستطرادات المتعلقة بكل باب. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته. بعدما ذكر من شأن الفاتحة والبسملة وكيف يقرأها، وأن المختار أنها تقرأ سرا، ذكر شأن الفاتحة وأنه يحرم فيها اللحن ولا يجوز، وأنه ينبغي تعلم ذلك بحيث لا يلحن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه القرآن ملحونا، وإنما نزل عليه القرآن معربا بلسان عربي مبين. فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته، وإن لم يخل المعنى صحت قراءته. فهنا لحنان: لحن يخل المعنى تبطل به الصلاة، ولحن لا يخل المعنى لا تبطل به الصلاة. وليس معنى أنه لا تبطل به الصلاة أنه مباح له أن يلحن من هذا النوع الذي لا يخل، وإنما يجب عليه أن يتعلم بحيث لا يلحن، لا لحن مبطلا ولا غير مبطل. قال: فالذي يخله مثل أن يقول أنعمت أنعمت بضم التاء أو كسرها، صراط الذين أنعمت عليه أو أنعمت، لأن أنعمت كأنه هو المنعم، والله سبحانه وتعالى هو المنعم، فإذا نسب صفات الله عز وجل إلى نفسه فقد كفر. أو أنعمت كأن المخاطب أنثى، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أو يقول إياك نعبد، وهذا مثل سابق كأن المخاطب أنثى. هذا كله يخل بالمعنى وتبطل به الصلاة. والذي لا يخل مثل أن يقول رب أو رب العالمين، بدل أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول رب، هذه لا تخل المعنى لأن لها وجها صحيحا في اللغة، وكذلك رب فهو لحن لأنه لم يقرأ به، لكن لا يخل المعنى لأن له وجها صحيحا في اللغة. أو يقول نستعين أو نستعيني بفتح النون الثانية أو كسرها بدل نستعين. ولو قال هذا الكلام انتهى إلى ما مضى، مثل للحن المخل الذي تبطل به الصلاة وللحن غير المخل، وهو آثم في الحالتين على كل حال. إذا لحن واجب عليه أن يتعلم بحيث لا يلحن. ثم أضاف مسألة ثالثة، قال: ولو قال ولا الضالين بالضاء ولا الضالين بطلت صلاته على أرجح الوجهين. فقول أرجح الوجهين إشارة إلى الخلاف في المسألة، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. إذن في المسألة وجهان، لو قال ولا الضالين بطلت صلاته على الراجح، وجه ذلك لأنه أبدل حرفا بحرف، وإبدال حرف بحرف آخر يبطل الصلاة ولا بد، كما لو قال مثلا بدل أن يقول الحمد قال الخمد مثلا، هذا إبدال حرف مكان حرف تبطل به الصلاة، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف في حرف أو في كثير من الحروف، لكن وجه الخلاف في هذا الحرف الضاد بالظاء تقارب مخرجيهما وصعوبة التفريق بينهما عند كثير من العوام، بل أحيانا غير العوام. ولهذا الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، هو يريد ويجتهد أن يقرأها كما أنزلت، لا يقصد اللحن لكن يعالج نفسه عليها فيجدها صعبة، وهذا يختلف من بيئة لبيئة، كما عند بعض أهل الجزيرة والشوام ونحوهم ضادهم ضاء في عرفهم، ففي كلامه الذي اعتاده يجعل الضاد ضاء، فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة يقع كذلك في مثل هذا. على الوجه الذي اختاره المصنف تبطل الصلاة لأنه أبدل حرفا بحرف والضاد غير الضاء. الوجه الثاني قال: إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. إلا أن يعجز، إذا عجز
عن التعلم إذا عجز عن الضاد بعد أن تعلم فإنه معذور، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعه، وهذا يلحق بمن كان عنده عيب خلقي كالذي ينطق السين ساء مثلا ونحو ذلك. والحاصل من هذه الأبواب التأكيد والتشديد على أهمية بذل الوسع في التعلم، هذا هو الذي عليك. فصل. فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها، فإن لم يحسن الفاتحة، ولماذا لا يحسن الفاتحة؟ يعني رجل أسلم الآن وقيل له باقي يعني ساعة مثلا على خروج وقت الفجر ويلزمك أن تصلي، أدرك. قال كيف أصلي؟ قال له تفعل كذا وكذا، تكبر وتقرأ الفاتحة. قال التكبير سهل عرفته، ما الفاتحة؟ قيل له هذه السطور وهذه الحروف. قال أحاول أن أحفظها، أدركه الوقت والوقت سيخرج ولم يستطع. في هذه الحالة ينتقل من قراءة الفاتحة إلى غيرها كما ذكر المصنف في هذا الفصل. قال فإن لم يحسن الفاتحة يعني وضاق الوقت عن تعلمها ولو بالأجرة، هب أنه لا يملك أن يتعلمها وحده، قيل له إنها هنا يعني معلما يمكن أن يحفظك لكنه يريد أجر، يدفع الأجر كما يدفع أجرة الماء إذا عجز عن الإتيان بالماء إلا بالأجر في الوضوء، وهذا كله سائغ بشرط أن يكون يملك الأجرة. نعم. فإن لم يحسن الفاتحة يعني وقد ضاق الوقت عن تعلمها ولو بالأجرة قرأ بقدرها من غيرها، قرأ بقدرها يعني من القرآن مقدارا معلوما مثل الفاتحة، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. فإذا كانت الفاتحة سبع آيات قرأ سبع آيات، فقال بعض أهل العلم يلزمه أن يكون يعني بعدد حروفها وتجديداتها بحيث لا يكون أقل. فإن لم يحسن شيئا من القرآن قيل له اقرأ من غيرها، قال وأنا حفظت الفاتحة حتى أحفظ من غيرها، غيرها أصعب علي منها، لو كنت سأحفظ كنت حفظت الفاتحة أيسر. إذن عجز عن الفاتحة وعن مقدار مثلها من القرآن، وهذه المرتبة الثالثة. هنا ينتقل للمرتبة الثالثة، أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة، وهذا ليس مطلقا كما يستطيع، وإنما كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد رحمه الله أن رجلا اشتكى لنصر عجزه عن القرآن، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأرشده إلى هذه الكلمات الخمس، وهذا هو المقصود بما ذكره هنا، أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة. فإن قيل هذه الجمل الخمس أقل من الفاتحة قلنا الأمر فيها واسع، لأن رصاصا هو الذي أرشد إلى هذا، ولا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه إلا إذا اتحد في الجنس. ولهذا إذا عجز عن الفاتحة والفاتحة قرآن يقرأ قرآنا الجنس واحد سبع آيات مكان السبع الآيات، لكن إذا كان سينتقل إلى جنس آخر كالتسبيح والتحميد فلا يلزم أن يكون الجنس متساويا أو أن يكون البدل متساويا، كما أن الرجل إذا حنف في يمينه مثلا فإن الله عز وجل ذكر أكثر من بدل، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه أمور مختلفة، لا شك أن الإطعام أخف من الكسوة والكسوة والإطعام أخف من عتق الرقبة، والأمر في هذا واسع لأنه ليس يعني لا يستوي البدل باختلاف الجنس. على كل حال هذه آخر الصور، أو بقيت بعدها صورة، يقرأ الفاتحة أو قدرا مثلها من القرآن أو يسبح. طيب عجز عن هذا كله
قال فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم، قال ما أستطيع أن أتعلم في هذه الدقائق الباقية لا الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولا التسبيح والتحميد. وهذا يتصور في شأن العجمي الذي لا يحسن العربية، وإلا في العربي إذا قيلت له قالها، على الأقل إن لم يحفظ قرأها من ورقة ونحو ذلك. لكن إن ضاق ولم يحسن ضاق الوقت وقف بقدر القراءة، يعني يأتي بالميسور أو القيام، والقيام ركن، بقدر القراءة ولا يقرأ، ثم يركع. وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم. متى تجزئ الصلاة على هذه الحالة؟ إن لم يكن فرط. أما إذا كان مفرطا قال فإن كان فرط في التعلم وجبت الإعادة، يعني يلزمه الصلاة على حاله، لأن الصلاة لا تؤخر ولا يمتنع منها أبدا إلا في حالة الحيض والنفاس. ما عدا الحيض والنفاس فالواجب الصلاة على الوجه المتيسر. لكن إن كان فرط يصلي ويعيد بعد أن يتعلم الفاتحة، وإن لم يكن فرط فلا إعادة عليه. فإن كان فرط في التعلم وجبت الإعادة، يعني جلس يضيع الوقت ثم قبل خروج الوقت قام يتعلم ثم قال ما أدركت التعلم، فأنا أصلي على حالي دون قراءة ولا حتى ذكر، وإنما أسكت مكان القراءة. قلنا له افعل هذا وبعد أن تتعلم تعيد الصلاة لأنك فرطت. وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة. أما إذا كان طيب متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة، انظر كيف ضبط العلماء هذه المسائل وأوجبوا التعلم. وأسوأ ما في الأمر ليس في الجهل البسيط، جهل من يعني لا يحسن هذا يتعلم، لكن أسوأ ما في الأمر الجهل المركب، وهو من يجهل ويجهل أنه يجهل، هذا أصعب. فإن كثيرا من الناس من طبقة المثقفين كما يسمونها لا يحسن، لا يحسن يقرأ الفاتحة ويخطئ فيها كثيرا ويلحن فيها كثيرا، ولا يحسن قل هو الله أحد يقرأها صحيح، من حيث يتصور أنه أضبط من إمام المسجد، هذه نظرته لنفسه، يرى نفسه أفضل من إمام المسجد في كل شيء حتى في القرآن. طيب متى يتعلم؟ هذا يعني الجهل المركب. وإلا لو تواضع وعلم أنه علم أنه لا يحسن سهل عليه أن يطلب علم هذا. ولهذا ينصح كل من لم يتعلم ويضبط نفسه على أهل العلم ألا يحسن الظن بنفسه. متى تعلمت؟ كثير من الناس علمهم مجرد حكايات سمعوها، يقولون وقالوا ويظنون، وهذا ليس بالعلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن أول ذلك وأهمه القرآن، ولهذا قال العلماء القراءة سنة متبعة، يعني طريقة منقولة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل وتلقى جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى، والصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا عليه وقرأ هو عليهم، والتابعون تعلموا من الصحابة، وما زال الأمر على هذا النحو. هذا هو أصل العلم، أن يتعلم لا من الكتب، خصوصا في العلوم التي مبناها على التلقي والمشافهة، فإن شيئا من هذا لا يصح التفريط فيه أبدا. ولهذا نحن نتعاون على أن يكون كل إنسان يرجع إلى شيخ يتعلم منه القرآن، وهذا لا نقول إنه مستحب بل واجب. كيف تتعبد لله عز وجل وأنت لا تحسن القرآن؟ فإذا تيسر لك وفتح لك باب من هذا فالزمه، لعل الله ينفعك به. أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية، يعني كتبت له معانيها بالعجمية فقال أنا أقولها بالإنجليزي مثلا أو بالهندي أو بالطلياني، لا، فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز، فيأتي بالبدل على ما ذكرناه. لماذا لا يجوز قراءتها بالعجمية؟ لأن القرآن لا يترجم، لأن القرآن معجز، وإعجازه على هيئته في اللغة العربية، إذا خرج عن إطار اللغة العربية خرج عن الإعجاز ولم يسمى قرآنا. وهذا من أقبح القبح أن يقال ترجمة القرآن، القرآن لا يترجم، لأن القرآن لا يكون قرآنا إلا على حاله بالعربية.
لا بأس أن يحدث ترجمة تفسيرية للمعاني. أنا أقول هذه ترجمة معاني القرآن، ترجمة تفسير القرآن الذي يعني لم يرى به العلماء بأسا أن يوضع تفسير للقرآن بالعربية مختصر، ثم يقوم أصحاب اللغات المختلفة بترجمة هذا التفسير، ويسمى ترجمة تفسيرية، ترجمة معاني، ثم بعد هذا يقولون هذه ترجمة معاني القرآن، لا بأس. أما يقولوا هذا المصحف بالإنجليزي أو هذا القرآن بالطلياني، أبدا لا يسمى. ولهذا لا يصح أن يصلي بالعجمية لأنها لا تؤدي القرآن المعجز المتعبد بتلاوته. فإذا قال أستطيع أن أقول معاني القرآن أو معاني الفاتحة بلغة أخرى، قلنا له لا، أنت لا تستطيع، وإنما اعدل عن قراءة الفاتحة إن كنت لا تحسنها بالعربية إلى آيات تحسنها بالعربية غير الفاتحة بقدرها. قال لا أحسن، قلنا له سبح على ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعراب. قال ولا أحسن هذا، قلنا له حتى تتعلم وتحسن تسكت في الصلاة. أما أن يكون لك لكنة عجمية في الصلاة بلغة أخرى هذا لا يجوز. فصل. ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة، وذلك سنة، يعني يقصد على مصطلح الفقهاء سنة يعني أمرا مستحبا، ولا فرق بين السنة والمستحب عند كثير من أهل العلم. وفرق بعضهم فقال السنة يعني ما ثبت استحبابه بالنص، والمستحب ما يعني استحبه أهل العلم بقياس أو اجتهاد أو نحو ذلك، والأمر في هذا واسع. فإذا أطلق أحدهما الظاهر أنه يدخل فيه الآخر. وهذا حديث عن السورة أو بعض السورة بعد الفاتحة، ومعلوم أن الفاتحة ركن، وما بعدها فليس بركن وإنما من السنن النوافل. قال لو تركه صحت صلاته، وهذا معنى أنها سنة، فلو قرأ بالفاتحة فقط صحت الصلاة، وإنما يستحب له أن يزيد على الفاتحة في الأوليين شيئا من القرآن. ولا يسجد للسهو، يعني لو اقتصر على الفاتحة ولم يقرأ السورة بعدها، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، يعني لا يجب عليه ما بعد الفاتحة، ولا يسجد للسهو ولا يأثم أيضا، لكن ينبغي عليه أن يحرص على هذا ليصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد يأثم عليه. ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأنها مبنية على التخفيف، أما الجنازة فإنه يكتفي بالفاتحة في أصح الوجهين عند أهل العلم، لأنها مبنية على التخفيف، ولأنه لم يرد فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعدها بشيء. والوجه الثاني أن الجنازة كغيره يقرأ فيها بالفاتحة والسورة، ولهذا لو أنك انتهيت من الفاتحة قبل الإمام ماذا تفعل؟ اقرأ سورة حتى لو في الجنازة، لأنك مأموم، والتخفيف هنا بالنسبة لك ليس له وجه، لأن الإمام لم يكبر بعد. ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة، يعني في الصلوات الفرائض والنوافل، إن شاء قرأ سورة وإن شاء قرأ بعض سورة، والسور القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة، يعني ما دام ما بعد الفاتحة كله مستحب هو بالخيار يقرأ سورة كاملة طويلة أو قصيرة، يقرأ بعض السورة، الأمر واسع، لكن بحث العلماء هنا أيهما أفضل، فقال المصنف هنا السور القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة، يعني سورة ثلاث آيات كاملة أفضل من ثلاث آيات من سورة طويلة. وقال بعض أهل العلم بل السورة القصيرة أفضل حتى مما فوق قدرها، لأن هذه سورة كاملة وهذه ليست كاملة. وجمع بعض أهل العلم فقال الأطول أفضل من وجه، والسورة الكاملة أفضل من وجه، الأطول أفضل من حيث الطول لأنه بذل جهدا أكثر،
وقرأ حروفا أكثر، والحرف بعشر حسنات. والسورة أفضل من حيث أنها سورة كاملة. كل هذا مبنى على الاجتهاد والأمر فيه واسع. والذي ينبغي أن يقال إن الأفضل مطلقا ما شعر به وأحس به وتحرك له قلبه وآتى ثمرته من الصلاة وهي الخشوع وإنزال الحاجة بالله وتحقيق هذه العبودية، هذا الذي لا ينبغي الخلاف عليه، والذي ينبغي أن يشغل به المصلي نفسه. فلا أن تقرأ يعني آيات قصار حاضر القلب خير لك من أن تقرأ سورة كاملة وأنت يعني مغيب أو غائب. قال: يستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى، يعني يراعي ترتيب المصحف، لأن هذا الترتيب ينبغي أن يراعى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيه غالبا. فلو خالف هذا جاز، لو أنه خالف بمعنى أنه قرأ مثلا سورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأ سورة قبلها في ترتيب المصحف، جاز. وأصل جواز ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقدم النساء على آل عمران مع أنها في ترتيب المصحف متأخرة. قالوا: فعل هذا ليدل على الجواز، مع أن الأفضل والأحسن أن يراعي الترتيب. والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة. واحد بدأ كبر ثم قرأ سورة ولم يقرأ الفاتحة، إلى الآن لا تصح الصلاة، أن الفاتحة ركن. ثم عاد فانتبه فقرأ الفاتحة، صحت الصلاة بالفاتحة ولو بعد السورة. طيب، وهل يعتبر قرأ السورة؟ لم يقرأ، لأن المقصود سورة بعد الفاتحة، وهو قرأ السورة قبل الفاتحة. والعلماء قد يذكرون أشياء غريبة وينبهون على أشياء قد لا يخطر على بال أحد من غيرهم أنها تتم، لكن العلماء ينظرون في أحوال الناس وعندهم من الخبرات والتجارب ما قد يتعجب له غير العالم. غير العالم يقول: وهل يحدث هذا؟ العالم يقول: نعم حدث، ويحدث أعجب من هذا، قد يحدث نسيانا وقد يحدث جهلا. فمن هنا احتيج إلى ذكر بعض هذه المسائل وإن كانت غريبة. قال: واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد، يعني من صلى إماما والناس خلفه يقرأ لهم بالسورة بعد الفاتحة، ومن صلى وحده منفردا يقرأ بالسورة بعد الفاتحة. وللمأموم فيما يسر به الإمام، لأن المأموم في الصلاة السرية لا يسمع الإمام، فلا بد أن يكون منه قراءة للفاتحة، ويستحب له السورة أيضا. بقيت الحالة الأخيرة: أما ما يجهر فيه الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام. ما يجهر فيه الإمام كالصلوات الجهرية فالمأموم يسمع، إذا قرأ فأنصتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقع خلاف في الفاتحة، ربما يأتي هل يقرأها أو يكتفي بقراءة الإمام. فإذا كان هذا في شأن الفاتحة فغيرها لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، أنه لا ينشغل بغير الفاتحة، لأنه لو انشغل بغير الفاتحة سوف لا يسمع الإمام وسوف ينازع الإمام. وقراءة الإمام للسورة إنما هي للمأمومين. هذا كله إن سمع قراءة الإمام، إن كان يسمع. فإن لم يسمعها أو سمع همهمة، في بعض النسخ هينمة، يعني كما لو كان الناس كثيرين وليس هناك مكبرات، تخيل أن أناسا في خارج السوق يصلون والصفوف متصلة لكنهم لا يسمعون لعدم وجود مكبرات أو لانقطاع الكهرباء، فهم ينتظرون المبلغ يصرخ الله أكبر فيركعون. طيب، حتى يسمعوا هذا ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، لأنه لا يسمع الإمام. فإن لم يسمعها أو سمع همهمة لا يفهمها استحبت له قراءة السورة على الأصح، بحيث لا يشوش على غيره، لكن بشرط أن لا يشوش. ما يقول: والله لا نسمع الإمام أرفع صوتي،
وجاره يرفع صوته والثالث يصبح كالكتاب، هذا يشوش على هذا، هذا لا يجوز في الصلاة ولا في غير الصلاة. والهينمة أو الهمهمة كما في بعض النسخ الكلام الخفي الذي لا يفهم، يقال هينمة بالكلام أو همهم بالكلام، يعني قال كلاما خفيا لا يسمع. قال والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. وهذا يعني اجتهاد من أهل العلم، مبناه النظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، والمفصل اختلف من أين يبدأ، والراجح أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، فمن أول قاف إلى آخر المصحف. ونحن إن شاء الله نبدأ في التفسير اليوم من المفصل، من أول سورة قاف، هذا بداية المفصل. والراجح أو الذي يرجح أن هذا هو المفصل الحديث، وإلا فقد اختلف، قيل من الحجرات وقيل من غيرها، وترجيح أنه يبدأ من قاف، ما ثبت من قول بعض الصحابة لما سئل كيف تحذبون أو كيف كنتم تحذبون القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نقرأ في اليوم الأول 3 سور، وفي الثاني 5 بعده، وفي الثالث 7، وفي الرابع 9، وفي الخامس 11 سورة، وفي السادس 13 سورة، وفي السابع مفصل. فالسلف كانوا يحذبون القرآن 7 أحزاب، وجمهور السلف كان يختم كل أسبوع، وما كانوا يعني يلحظون من الحظوا من الأجزاء الثلاثين، وإنما كل حزب عندهم 3 سور، وبعدين 5 7 9 11 13 والباقي كله. لما تجمع 5 والـ3 مع 5 مع الـ7 مع الـ9 مع الـ11 مع الـ13 مع الفتحة تقف عنده، تصل إلى سورة قاف، ويكون من قاف إلى الآخر. هذا هو الحزب السابع أو السبع السابع الذي سمي المفصل، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين الصور لقصرها، صور قصيرة نسبيا بالنسبة لما تقدم. وقيل سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين صوره بالبسملة، وقيل سمي مفصلا لإحكامه وقلة المنسوخ فيه، فإن غالب المفصل صور وآيات محكمة، لأن كثيرا منه من الصور التي لم يكن فيها تشريعات ونحو ذلك، وإنما هي قضايا من قضايا العقيدة والإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك، مما لا يتطرق إليه النسخ. وقيل سمي كذلك أيضا لكثرة آيات، وربما قيل سمي مفصلا لانفصاله عن بقية الأجزاء قبله وعدم اتصاله بما بعده، فكل سبع من الأسباع السابقة مرتبط بما بعده، ولما كان هذا الأخير فهو منفصل ليس وراءه بعده. هذه 5 أقوال في سبب تسمية المفصل، ربما كان الثاني والثالث يعني الفصل بين السورتين بالبسملة أو لإحكامه وقلة المنسوخ من أقوى الأقوال على كل حال. وكل هذه المعاني معتبرة في تسمية المفصل. قال المصنف السنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وليس هناك حد لطوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل، وإنما هذه أيضا أمور اجتهادية، ولهذا لم يفصل بعضهم، قال طوال المفصل يعني مثل الزاريات والطور ونحوها، قالوا قصار أواسط المفصل يعني مثل المرسلات وعما يتساءلون ونحوها، وقصار المفصل يعني كالمعوذات ونحوها، اكتفى البعض بهذا وحد بعضهم حدودا، وكل هذا يعني ليس فيه توقيف وإنما اجتهاد. قال في الصبح والظهر من طوال المفصل، أما وجه الصبح أن يكون من طوال المفصل فلما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 60 إلى 100 آية، ولهذا يصلي بالصبح أيضا من غير مفصل،
وإن كان يصلي بطوال المفصل لا بأس، فقد ثبت أنه كان يصلي بالواقعة ونحوها من السور، والواقعة من المفصل، من طوال المفصل. وأما الظهر فقد ثبت أنه كان يصلي بقدر ألف لام ميم تنزيل، وهذا قبل المفصل فوق المفصل، ففهم منه أنه كان يطيل الصلاة فيه. وكثيرا ما يكون الظهر بعد الانتهاء من العمل أو بعد نوم القيلولة، يعني هذه حكم استخرجها العلماء في مثل هذا، بخلاف العصر والعشاء قالوا من أوساط المفصل. أما العصر فلأنه يكون يعني قد انتهى في التعب والعمل ونحو ذلك، فربما هذا وجه أن يكون أخف من الظهر. والأحسن من هذا أن نقول، لأن الثابت في النص هكذا أنه كان يصلي العصر على النصف من صلاة الظهر، لكن لما يطيل الظهر يبقى العصر على النصف، لما لو صلى الظهر بالضحى ولم نشرع في هذه الحالة لا تكون النصف وإنما تكون مثلها. وأما العشاء فلأنهم كانوا يتهيئون للنوم بعد العشاء، عند العشاء ينامون، فكانت الصلاة ليست بالطويلة حتى يبادروا النوم لأجل مبادرة قيام الليل. أما الآن فلا تكثر بعد العشاء أحدا نائما، وهذا يعني من قلة البركة، لأنه إذا كانوا مستيقظين فإنه يقل قوام الليل، ولا بد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المغرب من قصار المفصل، هذا أيضا اجتهاد، وإلا فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الذي ثبت أنه كان يصلي بالطور في المغرب، صلى بالمرسلات، والمرسلات ليست من القصار، معدودة من الأواصر، بل صلى بالأعراف في الركعتين، والأعراف وما أدراك ما الأعراف، دخل المغرب وصلى بالأعراف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوله في المغرب من قصار المفصل مبنى على اجتهاد نظري وليس على اجتهاد في الحقيقة ثابت من السنة. والأمر في هذا كله واسع وتقريبي، والعلماء يعني من باب النصيحة في هذا وليس من باب التوقيف، وكأنهم راعوا المعاني التي يراعيها الناس، أن وقت المغرب يعني قصير وربما احتاج بعض الناس أن يقضي فيه مصلحة أو نحو ذلك، والذي يصلي إماما ينبغي أن يترفق بالناس وأن يراعي يعني حاجاتهم وأن لا يشق عليهم، ومن هنا قالوا ما قالوا. ولهذا قال فإن كان إماما خفف في ذلك، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل. إذا علم الإمام من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول به، وإذا لم يكن يعلم حالهم فالأصل أنه لا يشق عليهم، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهذا الحديث يحفظه كل العامة لهوى في نفوسهم لا حرصا على السنة وتعلم العلم، وإنما لأن فيه يعني هوى في نفوسه. وكثير من أصحاب الهوى يحفظ ما يعجبه، يقول لك شوف الحديث، شوف الحكمة، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ويعجبه جدا ويحفظه، وربما يحفظ تخريجه، يقول شوف العلم الحديث السنة. فإذا قيل له قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، قال الله هذا لا أعرف ما سمعت، حتى لو كان سمع قال لك ما سمعت هذا، نعم الله أعلم، والله العلم واسع وكبير نعم يهرب من هذا. على كل حال الذي ينبغي للإمام فعلا أن يخفف، لأنه ليس له أن يشق على الناس، لكن ذكر أهل العلم أن التخفيف أمر نسبي مرده إلى وضابطه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى أهواء الناس، فإن كل قراءة هي أطول مما دونها وأخف مما فوقه، فكل قراءة يمكن أن نعتبرها طويلة أو خفيفة، فما الضابط؟ الضابط ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. لما كره بعض الصحابة إطالة بعض التابعين وأراد أن يعني يبين لهم تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، قال إنكم تطيلون الصلاة، وقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي الفجر بالواقعة ونحوها من السور. طبعا هو واضح من سياق الكلام أنه أراد أن يبحث عن شيء خفيف أخف شيء، فلم يسعفه
أو لم تسعفه الذاكرة إلا بالفجر بالواقعة ونحوه، الواقعة في ركعة ونحوها. وكان يأمرنا في الحديث الآخر بالتخفيف ويأمرنا بالصفات، والصفات يعني قريبة من 200 آية، 188 ربما. إذن التخفيف بقصد النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الناس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأمر بالشيء ويخالف صلى الله عليه وسلم. وليس التخفيف أن تقرأ دائما بقل والله أحد، قل أعوذ برب فلق، قل أعوذ برب الناس، والعصر وكوثر، يعني يوم تطول تصل إلى الزلزلة، ليس هذا هو المقياس. لكن على كل حال يرجع هذا ويتأكد على حسب الأحوال. ولهذا ينبغي أن يكون الإمام حكيما بصيرا يحقق المصالح التي من أهمها اجتماع القلوب وتحبيب الناس في الصلاة وفي الدين، ولا يكون منفرا فإن منكم منفرين. قال والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح. لا، هذه القراءة ستطول معنا، نقف عندها والحمد لله رب العالمين. هذه بعض القراءات في بعض الصلوات أخذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نرجعها والحمد لله رب العالمين. نعم. يقول إذا قرأ الإمام الصراط المستقيم، يعني إذا أخطأ ولحن قال اهدنا الصراط المستقيم بدلا من الصراط المستقيم، هل ذلك يبطل الصلاة؟ الظاهر أنه لا يفعل هذا متعمدا، إنما يفعل هذا مقصرا أو عاجزا. إن كان عربيا وقديما في الإسلام فهو مقصر ولا شك أنه يأثم بهذا. أما الصلاة صحيحة لأنه قصد أن يقولها كما تحب، لكن لم تأتي معه إلا هكذا. قال الصراط المستقيم بدل ما يقول مستقيم، مقتضى العلم لم يتعلم فوقع في هذا، فهو يأثم بهذا إذا وقع منه ذلك، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.